دبر حالك بهذا. بكفي فيني احكي فيه. شو ما صار معك بتحاكين، اتفقنا؟ ماشي اتفقنا. دير بالك على حالك. يلا. يلا تفضل تفضل بسرعة شوي. آخر جيت؟ وين كنت لهلأ؟ قلي ليش ما عم ترد على التليفون؟ ما في شي، كنت عم اتمشى شوي. جوعان شي؟ لا مو جوعان، أكلت سندويشة. اي منيح. ابني يا روحي، يعني إذا صاير معك شي جديد احكي لي. لا لا يكون صاير معك شي مو منيح. خايف من شي وعم تهرب منه؟ اه خوف. شو هذا امي، بتعرفيني انا بشغلي، من وين هالحكي؟ امي خود هدول، اشتري فيهم دهان، خلينا ندهن الورشة. يلا امي انا بدبر حالي، صدقيني رح حل مشكلة المحل والديون، بوعدك انه رح لاقي حل لكل شي وما رح تكوني غير مبسوطة. ما بحملك فوق طاقتك. حتى لو مستحيل اتضايق منك يا روحي، بكفي انكم تكونوا بخير. يلا ما تبكي ما تبكي، بلاهم هالدموع. لا خلص ولا يهمك، ليكني مسحتهم. ألو فؤاد، شو الأخبار؟ طمني، وصلت ولا لساتك على الطريق؟ لا لسه، بس مروق كتير وما بتتخيل قديش الطريق حلو خصوصي بالليل. بس توصل حاكيني. مو مطولين شوي ومنوصل. أخي رح يخلص شحن الموبايل مشان ما تقلق. طيب توصل بالسلامة. يا أخي استنى شوي، في مشكلة.
رنا. ايه شوفي.